انا الذهب منين نضج جبت شي 500 اب ميساج في الواتساب، جميع الميساجات تقول لنا نفس الشيء، وعاد فهمت بان هذا الميساجات كلهم تتعلق ب بسميتو بما قاله عادل عمري الشيء في البرنامج. انا والله ما سمعته، بقرات الفيديوهات و اللي صرفتوا لي للناس، فانت تكلموا على عادل العمري بعد ذلك، ولكن من غير الصحافيين هل منطقي باش الصحافي اللي عارفك بان كاين حمله عليك واقعيه وفي الميدان مع بعض المحسوبين على نادي الوداد، وتيجي وتنوض عليك الناس بأخطاء ومغالطات خطيرة؟ الناس أنا عارفه ما تيهتمش بزاف، لأن الإنسان مستوى الذكاء ديالو متوسط، كنت تعرف هذا الشيء، ولكن كنت تعرف الراجل ما معقول، على الأقل أعطيني الثقة وأعطيني الثقة، لأن يعني مكنش أنا ندرس مع شي واحد فورميتو أنا كونتو، هذا واقع. وهو عنده كاين واحد الميساج ديالو في راديو مارس نيت، تيعترف بان الاستاذ ديالو هو اسامه بن عبد الله. الا كان بعد 20 عام تنساو الناس هادشي للدرجه، يبداو يشيروا عليك ويهيجوا الجمهور عليك، ما بقيناش دابا في الصحافه، كان لا في الصحافه لا في علم لا في الاستاذيه، ولينا في تهيج الجماهير. هذا شيء شويه، الجماهير تقول نفس الشيء بعد تمشي للحلقه، هذا تشوف منك الشيء اللي قال عادل العمري، تعلق لك الشيء اللي قلنا، داك الشيء اللي فهم عادل العمري بعيد كل البعد على داك الشيء اللي قلنا، وبالتالي زعما غريب ويحز في نفسي كثير انا باش عادل عمري يوصل لهذا المستوى ديال الانحطاط الفكري لهذه الدرجه بكل صراحه. نعم انا اكيد باش حيت عن هذاك